نتحدث أكثر عن هذا التقدم للقوات الليبية من بنغازي معي عادل الطلحي المتابع لهذا الموضوع، هو مدير مركز للدراسات الأمنية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عادل. بهذا التقدم في درنا تحديدا سيد عادل، وكونما لا تزال هي البؤرة التي يتواجد فيها العديد من يعني اللي منتمين للقاعدة، كيف تتابع ما حدث هناك؟ وعلى أساس هذه الانطلاقة نتحدث عن صعوبة بالمسألة. أولا شكرا. أهلا وسهلا. حقيقة طبعا السلاح الجوي استهدف المعسكر الذي تتحصن فيه هذه الجماعات الإرهابية، وحقيقة قبلها كان هناك عمل تخريبي في بعض الناقلات أو بعض الأنابيب النفط في جنوب مرادة، ويعتقد أن المعلومات الاستخباراتية أن هذه الجماعات التي تتحصن في هذا المعسكر هي تقوم بعمليات تخريبية في الحقول النفطية لزعزعة الأمن في منطقة الهلال النفطي، وبالتالي أعتقد أن العملية الاستباقية التي عملها الجيش الليبي من خلال السلاح الجوي في منطقة سادة، وهي تبعد مسافة قليلة عن مدينة جنوب مدينة أو شمال مدينة بني وليد، أعتقد أن هذه الجماعات الإرهابية التي كانت تتحصن في هذا المعسكر هي كانت بالأساس تعمل أو تخطط لعمليات تخريبية في الحقول النفطية وكذلك في بعض الأنابيب الناقلة من النفط الناقلة من الجنوب إلى الشمال والبر. أعتقد أن هذه العملية قد حققت نجاحها وقد أثرت على مقتل عدد كبير من الجماعات الإرهابية التي كانت تحصن في هذا المعسكر. أعتقد أن الجيش الليبي الآن لا يوجد معسكرات أخرى لهم في درنا اللي مثل ما قلنا يعني هي كانت ما زالت المنطقة الوحيدة التي تحت سيطرة ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنا، لا يوجد معسكر آخر؟ وهل ضرب هذا المعسكر لهم من القاعدة في درنا يعد فعلا ضربة قاسية للقاعدة هناك؟ هو التنظيم القاعدة كما أشرت طبعا يتنقل، كان موجود ما بين درنا وأيضا الآن جزء منا يتنقل في منطقة قريبة من الحقول النفطية، ولديه اتصالات مباشرة ما بين هذه الجماعات الإرهابية حتى تضاعف الضغط الذي هو حادث في مدينة درنا، حتى تشتت عمليات الجيش وحتى تشتت الخطة الأمنية التي وضعها الجيش من خلال القضاء على هذه الجماعات في مدينة درنا، وبالتالي سوف تفتح بؤر أخرى أو تفتح مناطق أخرى لكي تسحب الضغط من منطقة من مدينة درنا، وبالتالي أعتقد أن الجيش كان الضربة التي حدثت في جنوب سادة كانت مخطط لها، وكانت من عمل استخباراتي تجاوز أكثر من 3 أشهر أو شهرين لجمع المعلومات عن تحركات هذه الجماعات وعن أيضا المعلومات التي كان يخطط لها هذا التنظيم لضرب أو لاستهداف الحقول النفطية وخاصة في المنطقة النفطية، وبالتالي أعتقد أن هذه العملية التي قام فيها السلاح الجوي هي عملية. سيد عادل، طيب أشكرك على كل هذه المعلومات من بنغازي، سيد عادل الطلحي مدير مركز للدراسات الأمنية.